مساء الخير، اهلا بحضراتكم. 25 مارس 2017، عندي خبر جاي من المغرب. مغرب الصين، الصين المغرب، ايه الحكايه؟ هو ده خبر يعني، طبعا احنا نفرح لاشقائنا في المغرب ان هم يعملوا انجاز اللي حضراتكم تسمعوا عنه دلوقتي، بس انا عندي اسئله. هو ليه ده ما حصلش في مصر، او ما بيحصلش حاجه شبهه في مصر؟ الخبر بيقول انه في اطلاق مشروع لبناء مدينة صناعية صينية في طنجة. يبقى طنجة دي مدينة في شمالي المغرب، هيكون في استثمارات هناك بقيمة مليار دولار خلال 10 سنين، وهيبنوا هناك مدينة صناعية ضخمة جدا. التفاصيل بقى كتيرة، يعني ايه المدينة ده هي، ومذكرة تفاهم وقعت ما بين ملك المغرب محمد السادس لما كان في الصين في مايو 2016 السنة اللي فاتت، ودلوقتي بيضعوا حجر أساس لهذه المدينة وهيبدأوا في الشغل فيها خلال الفترة الحالية، يعني النص الثاني من السنة دي، وهتنتهي هذه المدينة خلال 10 سنوات. القصة دي بتتضمن استقرار 200 شركة صينية في هذه المدينة الجديدة. الشركات دي بقى ايه؟ سيارات، صناعة طيارات، قطع غيار طيارات، اعلام الكتروني، نسيج، صناعة آلات، وصناعات اخرى كثيرة منها النسيج وحاجات زي كده. اجمالي الاستثمار مقدر انه يكون 10 مليار دولار. طبعا هنا كلام انا مرة تانية كمواطن مصري، واعتقد انه ملايين المصريين يحبوا الخير لكل الدول العربية بما فيها اهلنا في المغرب. بس انا قلقني حاجة. هو صحيح انه في بعض الشركات الصينية بتنسحب من مصر، طيب هل ده معناه انها بتنسحب عشان تروح المغرب؟ طب انا عملت ايه علشان ابقيها في مصر؟ انا عملت ايه علشان يبقى عندي مدينة من نفس النوع وربما اكبر علشان تكون موجودة في الصين؟ انا الحقيقة قبل ما نرغي شوية، انا عايز شوية معلومات. عماد اتصلت استاذ ضياء معانا، الاستاذ ضياء حلمي امين عام غرفة الصناعة المصرية الصينية. مساء الخير استاذ ضياء. الخير يا دكتور، ازي حضرتك؟ ماشي الصوت عالي شوية بس انا سعيد ان حضرتك معانا. اولا خليني اسأل حضرتك، هل صحيح انه في شركات صينية بتسحب اعمالها من مصر؟ لا، هو الحقيقه انا عايز اقول لحضرتك حاجه. هو احنا غرفه التجاره المصريه الصينيه، وهي مقرها القاهره، يا فندم، ومقرها القاهره حضرتك، واحنا من 2012 بنشتغل ك NGO في التعاون الاقتصادي واوجه الثقافي والاجتماعي مع دوله الصين الصديقه. رجوعا لسؤال حضرتك، لا، هو مش شركات صينية بتنسحب من مصر الحقيقة، لا. ما يحدث أحيانا من خلافات تجارية عادية بين أي شركات وشركات، بين جهة وجهة، ولكن الصين تعول على مصر كثيرا في التعاون معها كبوابة لإفريقيا، وهي مسألة زي ما حضرتك تفضلت من شوية، احنا بنتمنى الخير لأشقائنا في المغرب، وطبعا الاتساع او المسرح يساع الكثير من اللاعبين، وممكن جدا الصين تتعاون مع المغرب بطريقة ومعنا بطريقة، ولكن ليس هذا انسحابا من مصر او ذهابا الى المغرب، لان مشروع المدينة الصناعية هو مشروع اتفق عليه من مايو 2016 مبدئيا، وهياخد وقت طويل جدا، في حين ان مصر دلوقتي جاهزة لاستقبال استثمارات صينية ضخمة وكبيرة وتعاون تكنولوجي عالي المستوى يتم تفعيله فعلا. يعني وزارة الانتاج الحربي عاملة شغل مع شركات صينية، والهيئة العربية للتصنيع، وفي شركات اخرى، محور قناة السويس. فالحقيقة انه لن يكون هناك الا تعاون جيد مع الصين، ولكن انا ارى حضرتك من وجهة نظري الشخصية ان الصين كمثل يحتذى وكدولة لها تجربة
اقتصاديه هائله ومذهله ومدهشه، يجب ان نستفيد منها اكثر من كده، خصوصا في ظل ما مهدت له القيادتان السياسيتان في مصر والصين، الرئيس السيسي والرئيس شي جين بينغ، خلال سنتين اكثر من لقاء اكثر من زياره. ده مهد لعلاقات اقتصاديه متينه، ويجب ان يستثمرها الجانب المصري والمجموعه الاقتصاديه تحديدا والمنظمات المجتمع المدني بشكل اكثر فاعليه واكثر سرعه. ازاي يا فندم؟ اتفضل يا فندم. ازاي يعني ازاي الجانب المصري يفعل الكلام اللي حضرتك بتقول عليه؟ اقول لحضرتك يا دكتور، هو الحقيقه الملف طبعا يعني الملف ضخم قوي وكبير، ويمكن يحتاج اكتر من مداخله لاكتر من كده مساحه، لكن هحاول اوجز واوصل المعلومه قدر الامكان. خلينا نركز مثلا في الجزء الخاص بالصناعه، يعني ازاي احنا يكون عندنا نقاط جذب. هي اصل نقاط الجذب الاستثماري معناها نقاط انطلاق او منصات انطلاق تجاري، يعني احنا هنجيبه بدل ما هو يصدر مباشره لدول افريقيا مثلا، احنا هنجيبه يصنع عندنا، فتكون التكلفه المفروض تكون اقل، فبالتالي احنا منصنع فهو يكسب اكتر واحنا نكسب اكتر. ازاي بقى احنا نعمل ده؟ استاذ ضياء. ايوه فندم، مع سعادتك. لا بحاجة، ازاي نعمل ده؟ يعني ازاي نقنعهم ان هم يجوا يعملوا عندنا مدن زي كده و200 شركه صينيه او اكتر تيجي يبقى ليها فروع في مصر؟ نعمل ايه؟ اقول لحضرتك الحقيقه، يعني اولا احنا في صدد اصدار قانون الاستثمار تمام الجديد. ومهم جدا جدا للمستثمرين ان هم يحظوا باهتمام وزارة الاستثمار في مصر من خلال تفعيل القانون فعلا، وان يكون قانونا جاذبا ويصنع مع المناخ الجاذب الاستثماري كل ما يشجع المستثمر انه يجي. القانون تأخر كثيرا ونأمل في انه يطلع في الفترة القريبة اللي جاية زي ما حضرتك تفضلت. طب ازاي؟ طبعا لابد ان نستفيد من التكنولوجيا الصيني المتقدمة جدا، بعكس ما يروج له ان دي بضاعة صيني وان البرودكت ده ضعيف. الحقيقة لا، دي مشكلة كنت مع السفير سونج ايقوة السفير الصيني في القاهرة، وفي اكتر من مرة اثار هذا الامر. هو يعني حزين ان دي تبقى الفكره اللي راجت في بعض الفترات، ولكن الحقيقه المنتج الصيني والتكنولوجيا الصيني متقدمه جدا، لكن بقى ان المستورد هو اللي كان بيختار هذه الفئه الضعيفه الرخيصه وهكذا كما يعلم كثير من الناس. احنا بقى دورنا دلوقتي مصر كدوله ان احنا نستفيد من النجاح بدعوة مصر لمجموعة قمة العشرين في سبتمبر عام 2016، ودي نقطة هائلة جدا وقاعدة ننطلق منها، ان الصين بتمد ايديها لينا في عمل الصداقة المصرية الصينية. نفعل ده بقى بان احنا نديهم تسهيلات، يعني مثلا من ضمن الحاجات حضرتك، انت عارف حضرتك انه المغرب اعفت الصين من التأشيرة للدخول للمغرب، دي حاجة تهمهم جدا. يعني المواطن الصيني يقدر يروح المغرب من غير تأشيرة دلوقتي؟ طب ولو جه مصر؟ لا، لازم ياخد تأشيرة، تأشيرة دخول، ودي برضو من الحاجات اللي ممكن يعني زي ما تقول حضرتك بتعوق يعني الناس دي. طب هو احنا بنديله تأشيرة ليه؟ يعني اقصد احنا لو سبناه يدخل وياخد التأشيرة بتاعته في المطار ايه المشكلة؟ والله حضرتك محتاجة نرجع لمساعد وزير خارجية للشؤون الآسيوية السفير ياسر مراد ونعرف ايه الاسباب، لانه يعني انا ما عنديش معلومات، لكن انا اعتقد ان دي خطوة طبعا هتفرق كتير مع الجانب الصيني، مش بس حضرتك لتدفق المواطن الصيني والمستثمر والعامل وكده، ولكن هي نوع من الحميمية، من العلاقة الطيبة، من الثقة. وطبعا نطلب من الصين التعامل بالمثل، لان احنا بناخد تأشيرات واحنا رايحين الصين الحقيقة، فممكن نطلب ولو حتى يكون في تمييز بين المستثمر وبين المواطن العادي، ممكن جدا، وان كنا احنا بنسعى حتى الجذب السايح الصيني، وطبعا وجوده في السفارة عشان ياخد تأشيرة لن يكون في صالح حتى استقرار. يبقى احنا حضرتك دلوقتي قلت لنا ثلاث حاجات، ثلاث مفاتيح. واحد، احنا لازم نخلص قانون الاستثمار بتاعنا
علشان ما نبقاش عاملين زي القفه المخرومه، عمالين نجيب مشروعات والرئيس يروح يقابل ناس ومسؤولين والى اخره، الراجل يجي مصر كانك بتحط البتاعه بتضيع، لانه يقول لك لا خد بقى موافقه ايه الاستاذه الهام في الدور الرابع والاستاذ محمود في الدور الخامس، ويلاقي نفسه تاه، يقول لك لا يا عم اروح المغرب اسهل لي، اروح تركيا اسهل لي، اروح الاردن اسهل لي. ده واحد. تاني حاجه ان احنا ما يشعش عننا انه التكنولوجيا الصينيه هي بالضروره تكنولوجيا رديئه بتنتج منتجات رديئه، لان هم بالفعل الناس طلعوا الفضاء وعندهم قنابل، يعني انت بيسموها قنابل عابره للقراء، صواريخ عابره للقراء، يعني فناس متقدمه جدا تكنولوجيا وبينافسوا الدول العالم. ثالث حاجه موضوع التاشيره، ده حضرتك بتقول بصفه عامه المفروض نسهل عليهم، ولو ما كناش عارفين نعمل كده لاي سبب إن كان، فعلى الاقل المستثمرين ندلهم وضع خاص. في حاجه كمان يا استاذ ضياء، حضرتك البحثات اللي قطعت شوط كبير ودلوقتي هادية جدا، في تبادل تجاري بالعملات المحلية لكلا الدولتين الصديقتين الجنيه المصري واليوان، كان في أكتوبر اللي فات وفي نوفمبر 2016 بدأ الأمور يعني تاخد شكل جاد جدا في هذا التبادل. ده طبعا من شأنه أنه يخلي الصين تبقى مرتاحة للتبادل التجاري معانا. وقيل وقتها من الجانب الصيني انه ما فيش بنك صيني في مصر، وانا اعتقد ان المحافظ البنك المركزي طارق بيه عامر يستطيع انه يبتدي يتداول معاهم مباحثات عشان نخلي فيه فرع بنك صيني هنا. والجنيه المصري اللي هيبقى عندهم بكثره نتيجه الميزان التجاري المختل، وهم بيستوردوا مننا باقل من نص مليار دولار في السنه، في حين ان احنا بنستورد في حدود 12 مليار و9 من عشره، يبقى هيبقى عنده فائض من الجنيه. يمكن مع جذبه في ناحيه الاستثمار وجذب سياح صينيين، وهم الحقيقه السياحه الصينيه دي مهمه جدا لمصر دلوقتي، اعتقد ان ده ممكن يخلي التبادل بالعملتين امر ممكن، امر فعال وامر ذو قيمه، وطبعا ده هيضيف للاقتصاد المصري. ففي اكتر من خطوه الحقيقه لابد. استاذ ضياء، وحضرتك بتسافر الصين اكيد بطريقه يعني بشكل متكرر يعني. سافرتها اكتر من مره حضرتك. طيب السفاره المصريه في الصين بتعمل ايه؟ قصدي حضرتك ايه من ناحيه؟ لا يعني قصدي بيساعد، يعني الافكار اللي حضرتك بتقولها دي هل بتنقل من السفاره المصريه في الصين علشان صانع القرار في مصر يبقى عارف انه عليه يعمل اربع خمس حاجات علشان يجذب السائح الصيني والمستثمر الصيني؟ اعتقد حضرتك في كده، لانه في وجود وزير السياحه السابق هشام زعزوع كان مهتم جدا بالسياحه الصينيه وسافر اكتر من مره، وانا حضرت هناك اكتر من اجتماع. بينقل من السفاره المصريه في الصين طبعا كان في السفير احمد رزق، وبعديه السفير الدكتور مجدي عامر، ولسه واصل حالا مجدي عامر خلص مدته، اكيد نقل هذا. وانا لما ناقشت ده مع السفير احمد رزق اكتر من مره، قال لي لا احنا طبعا بنكتب تقارير اقتصاديه انه مهم نعمل كذا وكذا. وانا اعتقد ان وزراء المجموعه الاقتصاديه في مصر لا يغيب عنهم اللي انا قلته دلوقتي واللي سيادتك تفضلت بيه، اعتقد انهم علموا جيدا، لكن احنا عايزين نفعله، لانه الجانب الصيني متلهف للتعاون معانا بشكل كبير. يعني حضرتك من خلال السفير الصيني هنا سونج اي قوة، من خلال الملحق التجاري الوزير المفاوض التجاري الصيني هان بينج، انا افتقي المعلومات منهم بشكل مباشر وفي جلسات ثنائيه واجتماعات. هم يعني متحمسين جدا للتعاون مع مصر، مصر تحديدا، ويروا ان مصر والصين حضرتين كبار وما جابوش جنبينا حد، يعني ما قالش ان مصر مهمه وتونس مهمه، لا لا، قال مصر تحديدا، مصر دوله تهمنا، بس بقى الدور علينا احنا بس، الوقت عامل مهم، ليس لدينا طرف الوقت. وديك شايف حضرتك انه المغرب جذب الانتباه بمدينه صناعيه فيها حاجات كتير، يجب احنا كمان نستفيد من صداقتنا بالصين، من علاقات القويه بين الزعيمين وبين الدولتين، ودي حاجه مهمه جدا لانها دافعه للاقتصاد او بتفتح الابواب بعد التعامل السياسي على المستوى ده بهذا الود وهذا الاتجاه الجاد للتعاون. يبقى بقى انه الجزء الاقتصادي يستفيد من هذه العلاقه الطيبه في هذا التوقيت تحديدا.
وبعدين حضرتك موقع مصر يختلف كثيرا عن موقع المغرب. اللي انا اعرفه عن المدينة الصناعية اللي هتستغرق وقت، هي علشان الصين عايزة تاخدها كمحطة للعلاقات بين المغرب ومن طنجة الى اوروبا، الى الاتحاد الاوروبي والى اوروبا والولايات المتحدة. لكن اذا كانت الصين عايزة الجنوب فهي عايزة مصر، كانت عايزة افريقيا فهي تسعى الى التعاون الاقتصادي مع مصر والى تعميقه. ويجب ان مصر لا تكون اقل جدية في مد يدها الى الاخرى، بس مش نوقع اتفاقيات ولكن نفعل هذه الاتفاقيات بشكل واضح على الارض. يعني حضرتك متخيل كده ان ممكن في حياتك وحياتي ربنا يديك الصحة وطول العمر نشوف كده برضو حاجة زي توقيع اتفاق انشاء مدينة صناعية صينية قرب اي حاجة هنا، قصير، سويس، اي حاجة؟ وطبعا اتمنى ان شاء الله، يعني ان شاء الله اتمنى ان ده يكون قريبا. احنا بنسعى جاهدين بنجيب وفود من الصين وبنسافر مع وفود مصرية لتسهيل التعامل. دورنا في مجموعة قمة العشرين كرجال اعمال ومنظمات مجتمع مدني كان لبس الطمأنينة، لان وقتها كانت الامور مش مستقرة والناس بتاخد من الاخبار بعض الاخبار المغلوطة عن مناخ الاستثمار ومناخ الاستقرار في مصر. ولكن لما اتكلمنا معاهم كانت نتيجة ايجابية وكان الناس فعلا لمسوا هذا. اتمنى ان احنا نستفيد منهم في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر اللي تنفعنا اكتر من المشروعات المتوسطة. متناهية الصغر تاخد الجنوب كله محتاج مشروعات متناهية الصغر، مش محتاج مشروعات متوسطة، صناعات صغيرة وصناعات متناهية الصغر. اتمنى ان احنا نستفيد من ده، ولكن يبقى القرار التنفيذي في ايد وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وزير التجارة والصناعة، وزير السياحة، تفعيل الأشياء على الأرض، حتى لو مش شرط مدينة متكاملة صينية، لأنه اللي عاملينه في طنجة هو فكرة زي المدينة الصينية في الولايات المتحدة. لو عملنا ده طبعا شيء رائع، ومعمول جزء منها في الإمارات مدينة صينية، لو عملنا ده شيء جيد. ولكن حتى لو عملنا ده من خلال مشروعات مشتركة ونستفيد من تكنولوجيا الجانب الصيني في القطارات والمواني والزراعة، يعني الحقيقة متقدمين بشكل مذهل والله يا دكتور. وأتمنى إن إحنا نسعى إلى مزيد من تعميق التعاون، بس نحط بين قوسين وبسرعة. هل حضرتك شايف إن هم أخلاقيا ثقافيا فكريا متقدمين للدرجة اللي تخلي إنتاجية العامل الصيني في المتوسط أعلى للدرجات دي من إنتاجية العامل المصري؟ الحقيقة الصين لما حضرتك تشوف هناك عندهم ثقافة العمل عالية جدا وثقافة الإتقان، بعكس ما أشيع في العقل الجمعي في مصر وبعض المناطق العربية إن ده منتج صيني يعني درجة ثالثة أو مش أصلي أو مضروب. الحقيقة لا، ده هم عندهم الإتقان خيالي. ولكن العامل الصيني أو الشركة الصينية بتسأل المستورد التاجر اللي بيروح يشتري، وهو تاجر وليس رجل أعمال، هو تاجر يجري ويسعى ويسأل عن الربح السريع بغض النظر. وبالتالي هنا يجب تفعيل قوانين حماية المستهلك وقوانين الرقابة على الواردات. إنما الجانب الصيني مش غلطان، هو بيتقن، يقدر يعمل نفس السلعة بما يوازي دولار، ويقدر يعمل نفس السلعة بما يوازي 5 دولار و10 دولار، وبيعملها في وقت قياسي. فهو منتج متقن بغض النظر عن سعره، لان سعره ده اللي بيحدده. ما انا هقول لك حاجه يا استاذ ضياء، ما هو معنى ان هو يعمل لي اقول مثلا ايه منبه يشتغل شهر ويبوظ، ده اصلا اتقان. يعني انه يعرف يستخدم الخامات بالطريقه اللي تخلي المنبه ده يشتغل شهر ويبوظ، او يشتغل سنتين ويبوظ، او يشتغل 5 سنين، انه يعرف يقول لك وده ثمنه كذا وده ثمنه كذا وده ثمنه كذا. معناه ان هو وصل لدرجه في الاتقان انه عارف ازاي يبيع لك اللي انت عايزه في حدود الفلوس اللي انت هتدفعها، صح ولا انا فاهم غلط؟ بالعكس، دي ملاحظه جميله، وانا احيي حضرتك
انك وصلت لهذه الملاحظه الرفيعه جدا، انما ملاحظه في منتهى الثقافه ومنتهى الوعي، لان هو فعلا كده، انه الاصعب ان انت تعمل منتج بتفاوت سعر الى هذه الدرجه المتقنه الشديده الاتقان. ده طبعا دليل حقيقي على انه بيتقن، انه بيقدر يعملها بمقاس كده ومقاس كده ومقاس كده. هم حضرتك بيشتغلوا بجديه شديده، رواتبهم مش مرتفعه، ما زالت ما شفناش عندهم المفهوم اللي سائد في اماكن عندنا كتيره، العباره العاميه الدارجه انا هشتغل على قد فلوسهم. هو مفيش حاجه اسمها ان انت تقيم شغلك وتقول ان انا كنت استحق اكتر والدنيا اقل. هم هناك عندهم حاله من الرضا وبيحبوا بلدهم جدا، عندهم ولاء شديد لبلدهم ووفاء شديد لبلدهم. والحقيقه كمان حضرتك ان هم بيتقنوا اتقان شديد وبيعملوا كل الاشياء طوعيه. يعني حضرتك لما كنا في الصين في مؤتمر قمة العشرين، ودي كانت تجربة غريبة الحقيقة لوحدها، المواطنين مشوا من المدينة طواعية لما طلب منهم. طب احنا عندنا وفود من 20 دولة، وكانوا رؤساء دول 22 دولة ودول على مستوى رفيع، فالامن محتاج هدوء ومحتاج، مشوا من بيوتهم، لا زعلوا ولا كتبوا على الفيسبوك دول طردونا ولا قالوا دي بلدنا رحلتنا خالص. بالعكس كانوا سعداء جدا وخلوا الحد الأدنى من سكان المدينة ان هم بس يقعدوا عشان يخدموا الناس. فهم عندهم زي خلية النحل، اتقان وسرعة وحب، وبيشتغلوا بجماعية شديدة، حتى ان حضرتك لما تزور المصانع هناك او الشركات لا تلحظ ابدا اي خلافات بين العمال بينهم وبين بعض او بينهم وبين رئيسهم تماما. والمجتمع هادي ومتصالح مع نفسه جدا رغم اتساعه الشديد. يعني دولة مدينة زي شنغهاي حضرتك محتاج 3 شهور عشان تعدي على المولات اللي فيها، متفرغا مش اقل من 3 شهور عشان تشوف المصانع والمولات والمعارض. فعايز اقول لحضرتك انه في ظل هذا الزحام العجيب فهذا النظام يعتبر لا طبعا شيء متحضر جدا، ودولة متقدمة مذهلة وتجربتها في تخطي الفقر في اقل من 50 سنة تجربة يعني يجب الاحتذاء بها والنظر اليها بجدية حقيقية. ولا يوجد شيء تحتاجه مصر مش موجود في الصين لوحدها. يعني لو حضرتك حبيت ان مصر تستورد وتتاجر وتشتغل مع الصين بس سوف يكفي ويزيد. يعني الى هذه الدرجة. مرة كان في نكتة كاتبها، اسف رسمها الاستاذ مصطفى حسين، وكان طبعا كاتبها الاستاذ احمد رجب رحمة الله عليهما. الله يرحمه. فكانوا جايبين صورة لرئيس وزراء مصر، اعتقد كان ساعتها الدكتور عاطف عبيد، فجايبينه كده ومش عارف في فانوس صنع في الصين وسجادة صلاة صنعت في الصين وكيس رز صنع في الصين، كل حاجة صنعت في الصين. فالراجل السفير الصيني داخل عليه كده بيقول له، بقول لك ايه، انتوا 70 مليون نفر بس، بتتفضلوا عندنا وبلاش تتعبوا قلبنا، بمعنى يعني هنقعد نصدر لكم كل حاجه، تعالوا عندنا وخلاص. سؤالي يا استاذ ضياء بعد اذنك، هو ربنا طبعا بيسخر مننا، يعني دلوقتي حكايه ان هم انجبوا يعني وقفوا الزياده السكانيه الرهيبه اللي كانت عندهم، الراجل دينج تساو بينج في السبعينيات وعملوا حساسه الطفل الواحد، لاي مدى دي كانت فكره جيده انذاك؟ يعني لاي مدى ده يعني حضرتك بترجع انه دي كانت فكره جيده وهم بيعملوا نهضتهم، لانه جزء من افكارنا احنا كمصريين ان العدد في الليمون وانه ربنا يزيد ويبارك والعزوه وانه دي طاقه بشريه لابد من استغلالها، وما دام لابد من استغلالها في يوم من الايام حتى لو بعد 300 سنه فلا مانع احنا نخلف منها على قد ما نقدر. يعني عارف حاجه الطريقه المصريه ديت لاي مدى؟ انا من مدرسه انه يعني، او بلاش اقول لك مدرسه، حضرتك قول لي الاول رد يعني ايه شايف ايه، وبعدين ممكن نتجادل لو في اختلاف وجهات النظر. اتفضل يا فندم. والله طبعا انا شايفه كانت فكره سديده جدا، وهم بيفكروا بفكر استراتيجي، ما بيفكروش للحظه، بيفكروا بتخطيط طويل المدى. فكانت الفكره في ذات الوقت طبعا في غايه الاهميه، لانه كان عددهم ده سيتضاعف مرتين وثلاثه، وكانت هتبقى مشكله حقيقيه، برغم من ان الصين، والله يا دكتور انا بقول دوًا من اكتر من 10 سنين، انه الصين اديتنا فكره جديده انه تعداد السكان مش عاله، ان زياده السكان مش مصيبه مش كارثه اذا حولتهم الى طاقه انتاجيه. انما في فرق بقى في تركيبه الفكر المصري وتركيبه الفكر الصيني.
الفكر المصري حضرتك لو يعني كل قانون ينزل او كل فكرة تنزل يطلع لها 1000 معارض والف متكلم والف محلل، فبالتالي الافكار بتتوه وبنيجي في الاخر ونتريق عليها ونحولها الى نكتة. لكن طبعا مصر بحاجة حقيقية لحد ما نحول الشعب الى اداة انتاج، ولحد ما احنا اللي عندنا دلوقتي موارد بشرية، ولكن هي المفروض تبقى ثروة بشرية. يعني انا شغلي الاصلي ان انا خبير موارد بشرية وتطوير مؤسسات، يعني اشتغلت فيه 30 سنة. فالانسان المصري هو المشكلة وهو الحل، ان احنا لازم نحوله لطاقة انتاجية، ولازم نغير مفاهيمه، ودي بتخبط في حتة تانية احنا واخدينها كده ايه اصنام لا يمكن الاقتراب منها. يعني لما نيجي نقول للناس على تحديد الناس فبياخدوا الفكرة بشكل غلط، لكن هو ضرورة، وخاصة انه يجب حسابها. يعني مش حد حياته مش منتظمة ولا يستطيع الصرف على طفل واثنين وثلاثة واربعة. الصين قالت لا، الطفل الاولاني هيتمتع بمزايا والطفل الثاني ملوش مزايا، وبالتالي الصين التزمت. هنا المشكلة انه تطبيق ده سوف يصطدم باشياء اخرى، فانت محتاج تمهد الارض الاول او تمهد الفكر المصري والعقل الجمعي للناس ان ده شيء منطقي وشرعي. لانه في الاخر انا طبعا مش مأذون ان انا اتكلم في اشياء فقهيه، لكن عايز اقول انه في الاخر الدين واي شيء منطقي بيقول ان احنا نكون شعب قوي وشعب منتج، ونستطيع ان احنا يبقى عندنا شباب صحيح البنية وصحيح العقل، وكمان يتمتع بالحد الادنى من الرفاهية ومن الحياة الكريمة اللي هو لازم يكون لي فيها يد. يعني انت تصنع الحضارة وانت تستفيد منها، فان كل من يعارض كل خطوة لقدام فهو لن يستفيد. يعني هو مش رابط بين ان هو ما بيستفيدش علشان هو بيعارض الافكار التقدمية والمنطقية واللي هي في مصلحته في الاخر. طب بس دكتور، هو دكتور أيوة. معلش اسالك سؤال اخير بايخ جدا بس حاج جاوبني عليه بسرعه على قد ما نقدر. هو احنا لو جه احنا دلوقتي 100 مليون مصري، تمام، نفترض الرقم كده، يعني هو لو جه نوع من الرياضه العقليه كده جه مكاننا 100 مليون صيني بشكل عشوائي كده، يعني مش هننقي مثلا الناس متعلمه ولا هم، اي 100 مليون صيني وجم قعدوا في مصر، تفتكر شكل مصر هيكون ايه بعد 5 سنين؟ هيبقى شكلنا حضرتك ممتاز ورائع ومتقدم. ويمكن انا يعني مبسوط ان حضرتك قلت نفس المثل اللي انا هقول لحضرتك بسرعه. كنت استخدم هذا في بعض محاضرات التدريب واقول لهم لو خدنا 50 مليون مصري وديناهم النرويج وجبنا النرويج هنا، فاقول طبعا طبيعي ان هتلاقي القاهره متشجره وجميله والسلوك متحضر وسوبر ماركت سهل والدنيا سهله، وهنروح ننقل بعض افكارنا الى هذه المنطقه البعيده. طبعا انا بقول لحضرتك انه لو جه اي 100 مليون صيني الناس اللي انا شفتهم بيتقنوا وبيشتغلوا لابد ان تتغير القاهره، لانه يعني من اساء الى مدينتنا احنا، ومن يستطيع ان يخرج بها هو احنا. طبعا في ظل قياده سياسيه، الحمد لله عندنا قياده سياسيه عظيمه فخامة الرئيس ووطنية، وعندنا حكومة بتشتغل، بس بقى ان احنا نشتغل مع بعض كتيم ورك، تيم ورك بيلدينج، نشتغل سوا صح ونطلع على الطريق من غير ما نكون كل واحد صاحب رأي مختلف. يعني الترابيزة اللي عليها 4 مصريين عليها 5 آراء مختلفة. استاذ ضياء هستاذن حضرتك مرة بعد اذنك تشرفنا في الاستوديو، بس يكون موضوع الحلقة هو لو انت بقيت في منصب ما في مصر وبإمكانك انك انت تنقل لنا الافكار اللي حضرتك بتشوفها في المجتمع الصيني المجتمع المصري تعمل ايه؟ بشكرك شكرا جزيلا. استاذن حضراتكم اطلع فاصل سريع، وبعد الفاصل هندخل في موضوع تاني مهم وسؤال من اسئلة الساعة في حياتنا في مصر.